للأسف مش دي بس الإصابات اللي عندنا، احنا كان عندنا إصابات تانية. هنتكلم تحديدا كمان عن إصابة كريم فؤاد، واللي هو سافر مؤخرا للنمسا، كان معاه دكتور محمد وفاي أخصائي العلاج الطبيعي عشان يستعدوا بقى لإجراء الجراحة، وهي جراحة أرخم وأغلس، والواحد بيبقى نفسه ما يسمعهاش عن أي لاعب طبعا تابع ليه. فكرة هنا جراحة الرباط الصليب طبعا هي طبعا طبعا حاجة هيوج أو حاجة كبيرة جدا، ولكن للأسف ده الحال يعني الإصابة دي للأسف بتصيب العديد من يعني الرياضيين ولاعيبة كرة القدم في العالم كله. طبعا بس ده بيكون أصعبهم يا كريم، دي بتكون طبعا طبعا أصعبهم. فللأسف الشديد بنتمنى لكريم فؤاد كل الشفاء، وإن العملية بإذن الله كمان يعني تتم على خير. ودكتور أحمد أبو عبلة برضو كان بيتكلم إن هو نسق وكان في تنسيق كامل مع الدكتور اللي هيجري مفروض جراحة الرباط الصليبي لكريم، وفي أكيد برضو متابعة مستمرة علشان نبقى عارفين كل بقى التجهيزات الخاصة بالعملية وإيه اللي بيحصل والكواليس والحاجات اللي زي كده. مهم جدا نطمن ونتابع حالة كل لاعب عندنا مصاب.